السلام عليكم البنات، اليوم جيتكم فيديو جديده اللي غنقدم لكم فيها واحد الوصفه اللي سهله جدا وكتجي رائعه في المذاق، واللي هي لوك بالخضره والكريفات. واللي غادي نحتاجو فيها جوج دريسات ديال الثومه، لي كريفات منقيين ومغسولين، زويته بلديه، ولي نوي بور ووك. وكاو ما كانش عندكم لي نوي في الدار تقدروا ديروا الروز تايت، هو كيجي زوين في المذاق مع هاد مع لوك. والخضيره مقطعه طويله اللي عندكم في الدار ديروا البصله، فلفله، خيزو، لوبيا خضراء، بروكولي. انا اللي عندي في الدار كنديرو ولا صوص سوجا سالي ولا صوص سوجا سكري وشويه ديال العسل، واحد المعلقه بوغ كراميليزي لي كريفيت ولي غرين دو سوجا كانوا عندي في الدار هما درتهم. وانا ديجا درت الماء يسخن بوغ لي نوي، غادي فاش كنشوفو هكا كيطبخ كنطفي عليه وكندير فيه لي نوي وكنخليهم واحد 3 مينوت وكنصفيهم. هنا ديجا حيدتهم البوطه باش ندير فيه لي نوي ونديرهم نخليهم 3 مينوت ونصفيهم. هنا ديجا نصفيهم وغادي ندوزو باش نكراميليزيو لي كريفيت. هنا شعلت الووك ديالي، غادي نحك دوك 3 ديال الدريسات ديال الثومه ونزيد معهم شويه ديال زويته بلديه، وغادي ندير معهم صوص سوجا سكري وصالي ومعلقه ديال العسل ونخليهم يتشحروا. يلا انتم بقاو معايا حتى لخد لا فيديو. من بعد ما تكراميليزاو ليا لي كريفيت غادي ندوزو باش نسوطيو الخضره ديالنا. درت زويته بلديه ورميت معها الخضره ديالي وغادي نخليها شويه باش تدبل. ما درتش لي غرين دو سوجا حيت هما دغيا كيطيبو، غنخليو حتى تدبل شويه الخضره عاد نرميوهم. من بعد ما دبلات ليا شويه غادي ندير مليحه والابزار، ما خاصكمش ديروا الملحه بزاف حيت ديجا لا صوص سوجا كتكون مالحه، ديروا غير شويه حتى تذوقوا، الا جاتكم سوسه عاد زيدوا. او زدت لي غرين دو سوجا ديالي وغادي نخليهم يتشحروا شويه، عاد ندير لا صوص سوجا ديالي. من بعد ما تشحروا شويه انا ما كنطيبهمش بزاف، كنخليهم كيعجبني وكيجيو شويه كروكون كيبقاو فيهم لي فيتامين ديالهم. درت لا صوص سوجا سكري اي سالي وزدت انا شويه د العسل، اللي ما كتعجبوش داك المذاق ديال سكري سالي يقدر ما يديرش العسل، انا كيعجبني داك المذاق سكري سالي الوغ كنزدت شويه د العسل معاهم. وغادي نخليهم شويه يطيبوا ماشي بزاف باش كيبقاو كروكون شويه، ومن بعد غادي نخلطهم مع لي نوي ونميلونجي كلشي. نسيت لي كريفيت، زدت لي كريفيت وعاد نزيد معاهم لي نوي. يلا بقاو معنا. من بعد ما طابو حطيتهم كيجيو على هذا الشكل. انا زدت شويه ديال الزنجلان محمر من الفوق، ولا لي كاكاوات اللي كان عندكم ديروه كيجي زوين في المذاق. ومشيت باش ندغيسي لا طابل. بحال كنقول لكم ما كندرسش لا طابل ديما هكا غير باش تاخذوا فكره وتكون الفيديو مفيده. وغادي ندوز باش نحط لاسوب ديالنا كومونتري، درت لاسوب ديال الكران وعاد غادي نحطو لو بلا ديالنا. ومن بعد ما كلينا وسالينا وجمعنا الطابله
انا دس باش ندير واحد الكاس ديال كامومي بوغ مو ريلاكس قبل ما ننس. وكانت هذه هي لا فيديو ديالي، نتمنى تعجبكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بيزو بيزو.